بسم الله. من الأمراض الجلدية الأكزيما، وكثير يعانون من الأكزيما وخاصة الأطفال. تبدأ تنتشر بين الساعد وعلى الأصابع والجسم بشكل كامل، وتبدأ المعالجات الجلدية بكريمات خارجية منها كورتيزون. هذا ليس بعلاج، العلاج من الداخل. ننظر ماذا يأكل هذا الشخص، لأن الجسم هو مرآة الداخل، وهو مسج لما أنت تفعله. وما الأكزيما وغيرها من أمراض الجلدية إلا رسالة من جسدك لك، انظر ماذا تأكل. لكل من يعاني من الأكزيما عليه أن يوقف تناول الفلفل الأسود الحب ليس المطحون. بعضهم يتحسس من المطحون والسبايسي والبهارات الحادة الحارة، وأيضا من الوجبات السريعة التحضير اللي فيها جبن مطبوخ أو سائل مهدرج أو أشباه الأجبان. هذه تسهم في خروج الأكزيما أو خروج الأمراض الجلدية، وهي ما هي إلا عبارة عن تراكم تلك السمية، سمية الغذاء الغلط في المكان الغلط في جسدك. فإذا أوقفت هذه الأطعمة وقمت بتنظيف الدورة الدموية، اشرب البابونج للتنظيف، اشرب إكليل الجبل للتنظيف بدون سكر، وابعد عن السكريات والحلويات لفترة محددة، ولا تأكل لحما مشويا فيه محروق لو قليل. لحم المشوي أو الدجاج لما يكون فيه مادة سوداء نتيجة الشواء ستسهم في وجود الأكزيما على جلدك وترهل الجلد وتجعد الجلد بسرعة على الجسد. فانظر إلى طعامك وقارن وسدد وابعد عن الأضرار، وتقدم نحو المغذيات الطبيعية من الغذاء الطبيعي والخضار الطبيعية، وأكثر من السلطات، وكل قليلا من الفواكه، وتجنب الحمضيات. شكرا لكم والسلام عليكم.